إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان. مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حصتكم المفضلة والمحبوبة بمبرين فاميلي. أكيد راني مع أختي كما يقولوا بالعامية، حنونتي راني معايا. عجبتك؟ عجبتني، كلش استنى فيها. مشاهدينا مرحبا بكم، مع سلامتكم معنا. أكيد كي نكون مع سميحة حناكلوا مليح، حناكلوا مليح إن شاء الله. اليوم عندنا الخبز المفضل لدى كل الجزائريين، واللي هو المطلوع. اليوم عندنا مطلوع ساهل، ما هلا حضره لنا نجوا خبيزات صغار. الله خبيزات صغار. وانت يا سميحه، راني نشوف هنايا اليوم محبين المرقاز. اليوم جبنا المرقاز. الو، على بالنا بلي كاين بزاف اللي يحبوا المرقاز. وي صح، وهذه الوصفه اصلا طلبوها مني، كنت عملتها في ليزيميسيون تاع زمان في 2000 انا نشوف 1000 2015 تقريبا 2015 2016 اللي هي العجه. وي العجه هذا هو اصله طبق تونسي اللي يندار بالمرقاز والطماطم والطرشي. ايه صح، فقط صح. وي وبيان سور الحار، هذاك ما نهضروش عليه، اللي حاب يزيد النكهه. ايه. انا اليوم راح ندير لكم العجه الاصليه، وانا راح ندير المطلوع. مطلع الله صغير هذاك، ناكلوه ساندويتش ولا ناكلوه اكيد حتبيت كيما كاع الاشكال تاعو. فوالا هيا تري بيان، نبدا ولا تبدا؟ نبدا انت باش يخمل هذاك. هو نبداو بالمقادير. الوغ طريقه سهله تبعو مليح المشاهدين. هنا عندي دابيتود، حنا المطلوع ما كاش بيت ما يديرش كيلو تاع مطلوع، حنا حنديرو رطل برك باش نوريو لهم الكيفيه. هنا ندير 10 غرامات تاع خميره خبز. هو المطلع ما لازموش بزاف الخميره. وي من 8 الى 9 غرامات. داكوغ، الوغ اون فا تاغي. عندي كذلك سكر 8 الى 9 غرامات، نفس مقدار الخميره. فوالا هنا عندي 300، الوغ هنا كميه الماء المطلوع على حسب لا كاليتي، النوعيه تاع الفرينه والسميد. حنديرو حنا نص نص، نص فرينه ونص سميد. هنا حندير 350 مليلتر، كم قادره نقص كم قادره دي فوا نزيد. هنا اون فاتاري، هنا ندير 300 سميحه، هو راهو موزونه. ايه على بالي تخلي شويه. ايوا اون سي جامي، فوالا نزيد شويه دول 50 غرام نخليهم هنايا ونشوف. الوغ دوكا نجيب لك فرينه. لا فارين قلنا 250 فرينه و 250 سميد. اكيد السويد رطبه. هاي سميحه تفضلي. هايلا، ونزيدو كذلك لا فارين نفس الكميه. فوالا الملح اكيد، ونديرو ملعقتين تاع زيت زيتون. نجيب زيت زيتون الملح هنا كيف كيف ساندويتش. وي لازم. الوغ نحبو حبه حلاوه ساندويتش، هادو كاع زراره سميحه يكونوا حاضرين، حيزيدو نكهه هايله في الخبز. دو كويغا سوب هكذا، ونديرو 10 غرامات تاع الملح. الملح هذاك الملح في الخبز، من هذا الملح في الخبز لازم يكون لا كونتيتي اكزاكت، ما يكونش ناقص. ايوا سينو يجينا مسوس.
نحطوه يتعجن. لما طلعنا عرفوه يتعجن بيا سواء بالبيتخا سواء نعجنوه بيدينا على الطريقة التقليدية. الوغ سميحة دوكا راهو مليح شفي وجهي طريه يبان طري بصح هو يعاود يتلم كي يتعجن يتلمو الجلوتين تاعو. هنا نزيد شويه تاع سانوج نحبو نعطروه كاع الزرارع فوالا تخليه يتعجن تخليه يتعجن اكيد. الوغ العجه المرقاز شعلك على النار راح يقطع ايه راح يقطع لي المرقاز الحبه على اربعه ولا على ثلاثه كيما حبيتي. من الاول نجيب اون غروند مارميت من جوا ندير شويه هكذا ايه زيد على ثلاثه على اربعه فوالا مليحه سي بون على اربعه نزيد اه داكو. هنا نقولوا سميح المرقاز يكون نوعيه هنا المرقاز اللي ما فين تشروه عند البوشي تاعكم اللي متعودين عليه متعودين عليه وفولي فات كونفيونس بيان سور سينو سي با لا بير. الو عندي كميه من المرقاز هنا الكميه ترجع للمشاهدين على حساب افراد العائله على حساب المقدور دونك نقدر نبدا بخمس حبات مرقاز الى ما فوق. عندي هنا طماطم طماطيش بيان سور راح ننقيها نحيها الزريعه تاعها ونحي لها لابو الجلده ونقطعها هنا تقريبا نقدر نقول لكم ثلاث حبات اربع حبات طماطيش. هنا حبه بصل كبيره ولا زوج صغار ولا هنايا عندي تقريبا خمس حبات تاع طرشي خمس حبات طرشي. هنا عندي اون سوا تختاروا طوماط كونسيرف ولا صلصه طماطم الا كنتم من النوع اللي تستعملوا صلصه طماطم تاعكم طوميو وسينو ملعقه اكل معجون طماطم. عندي الثوم ضروريه الثوم العكري الحلو والحار باسكو تنين وي تجي شويه حاره تجي شويه حاره. عندي كمون كمون وعندي فلفل اسود والملح الاعشاب العطريه الرمل والزعتره راح نستعمل من المفروض كاين اللي يحبوا كاين اللي يحبوا زيت المرقاز. انا اليوم حنديرها بزيت المرقاز قلت لكم حندير عجه اصليه. اللي ما تحبش زيت المرقاز واش دير تغلي المرقاز وحده خمس دقائق فقط يطلق هذاك ما لازمش يطيب بيا يطلق برك هذاك الزيت تاعو كاين ما يحبوهاش. وفي الطاوه تاعكم ولا في الطليجره ولا راح نستعملوا شويه زيت عاديه وشويه زيت الزيتون اللي يحبوا حاجه اكثر صحيه نقولوا اكيد. دونك هنا تسخن لي المقله راح ندير المرقاز فيها دونك هنا ما حش ندير الزيت نستعمل زيت المرقاز. عجبتك الطريقه سامي اكي غروسيستا فوالا صحيتي باش نديرها كامل كي فوالا. هاد الاكله تنتكل في الصيف في الخريف في الشتاء كامل المواسم. عندي خلاص عندي خلاص الملح توجور نبداو بالمرقاز سميحه نبداو بالمرقاز يطلق لي الدواء الزيت تاعو ومن بعد نطمو وي فوالا ومن بعد نطمو نحيه نطيب الطماطيش مع الطرشي وكامل الخضر ومن بعد نعاود نرجعو ونزيد نخليه يسميجوت معاه ومن بعد في الاخر نتصفقها البيض كاين ما يحبوش البيضه فهموها صح كاين ما يحبوش البيض نقدر ما نديرش البيض نقدر فقط نعقدها ب نقدروا كذلك سامحه سامحي لي نديروها انديفيديوال انديفيديوال كذلك تجي روعه نقدروا هكذا اللي يحب البيض يدير البيض اللي ما يحبش البيض ياكلها هكذا اكزاكتومون.
مرقاز على بالك شويه مربي نجوا شتي وي بون نزيد له شويه مازال ما تعجنش مليح الوغ هنا بسم الله نبدا بصل كلش مقطع خشينه طماطم قرشي هنا سميحة ترشي الاخضر نقدروا تعالي نديروا الاحمر تقدر ديري كاع الالوان عندي الثوم انا على العاده خلاص الواحد كي تعود على العجان نديرها بزاف لولادي واحد كي تعود على العجان ما تقدروش ديروا حاجه زوج ومن بعد نديروا على ضربه كلش على ضربه كلش على جه الوغ هنا الفصوص تاع الثوم نديروا واحد الخمسه هكذاك فصوص كمون شويه ما نكثروش نصف ملعقه عندي عكري حلو ملعقه عكري حار شويه ما كترش فلفل اسود وعندي صلصه الطماطم ما نديرهاش كامله ندير شويه برك نص كاس تقريبا تكفي ونخلو كل شيء يطيب مع بعضه نخلو كل شيء يطيب مع بعضه نخليه بيا يتقلى نغطيه مازال ندير لي زيغ اروماتيك وجوان نعطي لك رمز زعتره ورقه ولا زوج ندير لك رند ورقه تكفي المطلوع تاع الجنب نديرو كامله باسكو انا درت كميه على حساب الكميه وي درت كميه معنا كاينه واحد الحاجه راح نقليها مليح من جوا بدون ماء ومن بعدك راح نضيف فيها الماء ومن بعدك نحط المرقاز ونخليها تكمل طيابها كما نقولوا علي توفي وي نغلقوا عليه بيان فوالا هاكي الرند وزعتر سميحه صحيتي الله يسلمك هنا المطلوع الله يبارك راهو تعجن هاي حنا نعرفوا المطلوع الخاصيه تاعو لازم يتعجن مليح شوفوا معايا مشاهدينا تعجن تري تري بيان حتى يكون لي لا فين بيليكول هذيك الغطاء الشفاف دوك حنا نخلوه يختمر يضاعف حجمه وعلى بالنا المطلوع سميحه اون فوا يضاعف كي يطلع زعما نقولوا المطلوع نغطيوه كي يطلع انا نقول نديرو حنا خبيزات صغار نوزنوهم 100 غرام ونخلوهم يرتاحوا نجوزوهم في سمين نخلوهم يرتاحوا نشوفوا هذا مع بعض الملح نجوا نسيت الملح ملح في الماكله حسره الو ضفت مشاهدينا المرقص تاعي صراحه ماشي ميدم بزاف ما فيش بزاف شحال دونك ضفت شويه زيت الزيتون فقط دونك هكذا ونخليه يطيب حنا ما نقدروش نطلع سميحه مارغري تاجن في البيتران بصح لازم اليدين لازم روعه انا باك وين يكون الخبز نكون حاضره انا دوك تخليني هكذا ساعه على بالنا على بالنا دوك تقعدي تخبطي وديري خلاص نخليها تختمر سميحه دوك حنا باش نقولوا للمشاهدين دوك تخليها تختمر تختمر ديريها دي بول اه تاع 100 غرام صغيره بعد الفاصل نعاودوا نقولوا للمشاهدين باش نكملوا نطلع ونكملوا العجان قعدت ونكملوا كذلك البطاطا الخميره وخمر مطلع وخمر مطلع خمر خلطت لنا الطاجين الطاجين هنا الله الله هاو سخون والمطلع يكون طلع المطلع يكون طلع وانايا راني غليت البطاطا
البطاطا اكيد كامل تعرفوا تغلوها. البطاطا صغيره بالقشور تاعها بيان سور تشروها تنقوها مليح تنحوا لهاش القشره تغلوها كيلو بطاطا راح نديروا له 25 غرام تاع ملح فري 3 عام فري 3 عام اللي تاخذوا 25 غرام دو سال كيلو بطاطا بطاطا صغيره الكبيره ما تساعدش في هذه الوصفه هذه وعلى بالي بلي بطاطا صغيره حيت تلقاوها تلقاوها اون جينيرال ما يشروهاش دائما يخلوها فوالا دونك عندي بطاطا عندي هنا نسحق هاد الزياده كما نقولوا شويه ثوم شويه طرشي كولور عندي هنا ياغورت ناتور انا راح ندير زوج صلصات زوج صلصات اللي نقدر ناكل بهم البطاطا بعد ما تطيب فوالا الصلصه الاولى اللي هي ياغورت ناتور راح نضيف له ثوم فرماج ونعناع زيدي له نجوا حطيبي زيدي له دونك هنا عندي ياغورت ناتور عندي دو بو ولا تخوا بو على خمسة سامحة نجيب له جيبي له طيبي ياغورت ناتور عندنا دو بو ولا تخوا بو راح نضيف شوية ثوم ما كترش بزاف شو ندير ايولي بصح ليجير ناتور عندي واحد 3 بورسيون دو فروماج او طلع بسم الله نبداو ابداي بسم الله نحولوا الزياده تاع السميد ونحطه هنايا نعاودو نغطوه باش ما يكخوت با نخلوه يطيب في غردو جي من هنا هاد الوصفه تجيكم بزاف بصح بنينه تشبه ل جرين صوص تاع الهنوده درتي الثوم 4 بورسيون دو فرماج ونعناع 3 ا 4 ونعناع وي هذيك الخضره الصلصه الخضراء با توتا في هذه شغل صوص تشيز بالنعناع فريش يوسف ندير شويه ملح وشويه فلفل كحل راكم كنطيبوا في الطابونه مش نسي نفس سي با لا ميم كويسون كنطيبوا في وشنو نجوا كنطيبوا في الطابونه ايه ماشي كيما لا ميم كويسون كنطيبوا هكذا فوق ايه ماشي كيف بيان سور قرصه ملح ندير شويه زيت يوم ميكس بسم الله نزل دي صوص تري ليجير سميحه دي ليجير ليجير بسم الله بنينه هايله صوص ليجير ولهنايا هذه واش راح ندير لها ندير لها زيت زيتون هكذا ثوم كذلك وقارص الو قارص هلا انا الزريعه اللي هبطت ونزيد فيها معدنوس نقطع معدنوس دوك هذه البطاطا سامحه واش نديروا لها هذه البطاطا دوك تشوفي معدنوس هنا لازم يتقطع نزيدوا فيها معدنوس اوكي دوك انا نقطع المعدنوس ايه.
الوغ هذه مع البطاطا كيطيب. شو نقول لك يا نجوى؟ اشياء ماشي متعودين عليها لكن فيها بزاف منفعه. فوالا نزيدو معدنوس هنا. الله الله ريحته الله يبارك. الوغ الصلصه بعد ما نديرها راح نحطها في الثلاجه. دوكا عندي سنيوة معدنوس تحبه بيان سيزلي ايه باش نضيفوه لهذيك الصلصه باكي تحرق لنا. راهو جهه بجهه وي فوالا طيب تاع طابونه سميحه ماشي كيما تاع وي وحدو. الوغ وين نحط لك هنايا؟ اي حطيه لتما. هكذا روح الخبز هذا كذا روح زورجونس صافا صافا صافا. هكذا هاو هاي الله يبارك نتفخ بيان. جو جيبي لي كاس سيل تو بلي. وي هادي صلصة هلا شوفي هكذا هكذا. مشاهدي البطاطا خيروها عند الخضار تكون صغيرة تكون صغيرة ايه احسن. فوالا سي بون هادي هي مليحه. هذا صغير سبارابا نحوشوه ولا حبينا نحوشوه نزيدو نجوزوه طيبوه بيان. هكذا اون اكراز لي بوم دو تار كوم سا نجوا. يا سلام بلا بو تاعها تري بيان طابت عينيك هذا الله يبارك راهو جاي شهي. جيبي لنا عجبتيني سهله هذه سميحه كاع يديروها سهله سهله سهله. خذوا هنايا اسباس هنا الحبات الكبار بصح معليش زيد واحد اخرى. هذه كبيرة شوية نحسب الكاليبر نديرهم. هادو سميحة غوتي سي سا قلتينا وي غوتي تكون كبيرة قسمي على زوج. نحطو هكذا واش نديرو لها من الفوق؟ حسني جيتك شوية مارغارين وشوية زيت داكو من الأحسن. فوالا
شويه سي بون. زيدي كملي هذا كمليهم كاملين جوا. شويه زيت بالبانسو اي سي بون. هايل هايل ولا لا شو في تكستور فيك روعة روعة هايلة سامي حبت تسمني يا سامحة ماقدرش حبت تسمني شوية نجوا واش تسمن بنين الله هنا سي بون ندير شويه فلفل كحل شويه ملح نجوع كاولي اه وي شويه برك لانه راهي ملحه هكذا كي اللي عمروها زيت انا ما نحبش نحطوها تحمر في الفرن الساخن 200 درجة 200 درجة قوي يكون قوية اون كولور دوري نحوها نحوها اون الوغ تكون بهذه الصلصة وهذه نديروها فوقها لا لا ايه ومن بعدك نوري للمشاهدين في طاولة التقديم نوري لهم كيفاش اونبريزون الصلصة معاها تخي بيان يعطيك الصحة فوالا دوك حنا سامحة واش نقول للمشاهدين نروحوا فاصل ونعاودوا نشوفونا في طاولة التقديم قعدوا معنا مشاهدينا بعد ما تعبنا وطيبنا مع بعض في الكوزينه انا قاعدين في هذه القعده الزينه سميحه دارت لنا واحد العجه شحال بنينه يعطيك الصحه الله يسلمك مشاهدينا حبيت نقول لكم لجوقات بعد ما تعبنا طيبت المطلوع ابي تعبت شوفوا المطلع اللي طيبوا يعني الصحة. يعطيها الصحة دعاوي الخير عندها أمهاتكم اللي يطيبوا لكم المطلوع ويتهلاو فيكم واتاتكم اللي يتهلاو فيكم يدير لكم مطلوع لازم تبوسوهم منا على جبهتهم ودعو لهم دعوة الخير ألوغ كنا سامحة حضرنا المطلولة وحاضر بقوة درناه صغير الله الله هذا نحبوا نفتحوه نديروا العجة الداخل شوية بطاطا وناكلوه ولا نحبوا نسقوا الله الله في طبسي شوية شوية و صحتنا جعلنا قلت لها يا بسم الله اذا ان شاء الله مشاهدينا يكونوا تبعوا مليح معنا العجه سهله 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 والبطاطا سهله كذلك بطاطا الفكره سهله هذه هيلة. الفكره قرمشة يعني روعه يعطيك الصحه يسلمك وبيسو مطلوع اروع يعني المطلوع المعروف يعطينا الصحه سامحه نقول للمشاهدين نقول لهم ان شاء الله تكونوا دولتوا الوصفات نتلاقى في حصه مقبله ان شاء الله دمتم اوفياء ومع السلامه مع السلامه إلى جميع عشاق الكسكس إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة شهية ولذيذة صحية وسخية مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة كسكس متوسط كسكس رقيق كسكس القمح الكامل وكسكس الشعير فاجئي نفسك مع كل وصفة إكسترا بنان هذا مكان